بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وافتح علينا فتوح العارفين بك. مع كتاب الله وفي سورة البقرة يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وهذه حقيقة إيمانية شرعية يوضحها الله لنا في القرآن الكريم مرارا وتكرارا، وهو أن الله عليم بذات الصدور، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن الله ليس هناك حجاب يحجبه عن خلقه، بل إنه مطلع على الناس وعلى السرائر وعلى ذات الصدور وعلى أفعالهم وأعمالهم بالليل والنهار، وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، بالإضافة إلى أنه رحمن رحيم، كما بدأ كل سورة في القرآن بهذه الصفة العظيمة سوى براءة. وما أنفقتم من نفقة، يعني قلت أو كثرت، وما أنفقتم من نفقة، وما أنفقتم نفقة، لا المن نفقة، حتى يبين جنس النفقة وإن قل ولو كان قليلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على ألا نحقر صغيرة، قال: اتق الله، اتق النار ولو بشق تمرة، نص تمرة كده. طب هو نص تمرة تعمل ايه؟ اهو النيات، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمرادك الا يهلك من امامك، فاعطيته ولو نصف تمرة من اجل ان تعمل له طاقة وما يموتش، يبقى احيت بني ادم ولو بالقليل. احب الاعمال الى الله جهد المقل. جهد المقل يعني ايه؟ يعني انا معايا 10 جنيه اللي في جيبي كلها، رحت اعطي منها 8 جنيه للفقير، 80% من ثروتي اعطيتها للفقير. واحد معاه 1,000,000 جنيه طلع 10,000 جنيه، 10,000 دي من المليون يبقى قد ايه؟ 1%، وانا 80%، بس ده انا ايه؟ يا دوبك 8 جنيه وهو 10,000 جنيه، ومن الميزان بتاعنا يبقى تقيل يوم الايام ان شاء الله. ليه؟ لانه جهد المقل. هو ايوه 8 جنيه في 10 × 700 مش هتجيب برضو 10,000، انما 10,000 من الايه؟ من ابو كيلو ولا رطل، والتاني من ابو وقه، يعني تختلف الموازين. احب الاعمال الى الله يبقى ليها ثقل في الميزان. جهد المقل يعني جهدت نفسي، ما انا تبرعت ب80% من ثروتي. هو عمل ايه؟ ولا حاجه، دفع 1 جنيه من كل 1,000 مثلا، لو 1,000 او 10 جنيه من كل 1,000 بقى 1%، كتر خيره وهيسابه كل حاجه، وهياخد الرقم 10,000 في 10 ثوابات، يبقى 100,000 ثواب، وكل حاجه مش هيزعل يعني. انما من النوع الايه؟ الخفيف شويه كده. انما ابو 8 جنيه ده هو من النوع التقيل. سبحان الله. وما انفقتم من نفقة، يعني كثرت او قلت، والله عليم بذات الصدور. او نذرتم من نذر، النذر ان تقول اجعل هذا في سبيل الله، أنذر هذا. وفي نذر تاني وهو أن تعلق أمرا على أمر، إذا نجح ابني هتصدق للفقراء، إذا أقام الله مريضي
هتصدق للفقراء، لو فعل كذا وكذا حصل كذا ترقية في الشغل، وهكذا. والنبي عليه السلام كره هذا النوع من النذر، وإن كان واجبا أن توفيه بعدما فعلته. الوجوب حاجة، والنبي قال إنما يستوفى بالنذر من البخيل. يعني طب ما تعملها لله كده من غير الشرط بتاعك ده، إلا لازم تقول لو حصل كذا هيحصل كذا كده، هو ده انت بخيل يا أخي. طب ما كنت خليتها لله حصل ولا ما حصلش، يبقى من عندك كده وأريحية كده. نعم السلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كأنه الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. وكان يدخر لأهله قوت عام، يحط خزين لمدة سنة، فإذا مضى الشهر أو الشهران لم يبق منه شيء. انت واخد بالك؟ يعني خزنه، قول دول ايه ضمننا اكل السنة دي، بعد شهرين ما تلاقيش حاجة، لانه ده بيطلب يديله، ده بيطلب يديله، ده بيطلب يديله، ولا يقول لا ابدا. فكان اجود الناس، ولذلك علم اتباعه ان يكونوا من اجود الناس. ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر، والنذر الذي هو مطلق لا بأس به وهو واجب، والنذر المعلق بفعل شيء، اللجاج ده لو فعل كذا لكان كذا، يبقى ايه النذر ده؟ مكروه عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث وصف فاعله بأنه بخيل. فإن الله يعلمه. طب وعلم الله دي يقتضي ايه؟ يقتضي اكرامه وثوابه، لانه لما يعلم ان انت فعلت الخير هم يجعلك تفلح، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يفلحك ويعطيك اجرا في الاخر. فان الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. ما أنفقتم، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. يبقى الذي لا ينفق ظالم، قد ظلم مين؟ ظلم نفسه. وماذا يجد يوم القيامة بعد أن بخل على نفسه؟ لا شيء، فقد ظلم نفسه ولا يجد لنفسه نصيرا. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.